هذا اجتماع سياسي هام ما بين الجبهة الشعبية والاتحاد النجم تونس، وهو اجتماع في إطار تفعيل جبهة الإنقاذ الوطني وتشاور حول المستجدات السياسية في الأطراف، خاصة أنه نحن اليوم عندنا حاجتين، ثم حراك شعبي واسع في الجهات وفي اعتصام الرحيل في باردو، ومن جهة أخرى ثم تعنت حكومة النهضة وإصرارها على مواصلة نفس السياسات ونفس التمشيات ومحاولتها للمناورة وربح الوقت بدل الشغل. ثم أطراف سياسية في الموقف ضرورة أن نحيي موقفنا، احنا مازلنا متمسكين بمصالحنا في البداية، إسقاط هذه الحكومة وحل المشروع التأسيسي، يعني إنهاء مرحلة 23 الجنوبية، لا أعتقد أن انتهى في لحظة اغتيال محمد فهمي وانفتاح للإرهاب. هذه من الناحية الأولى. من الناحية الثانية جبهة الجبهة الشعبية واتحاد النجم التونسي أطراف مكونة لجبهة الإنقاذ، اليوم باش يتم التداول في تفعيل جبهة الإنقاذ وفي تشكيل هيئة تتولى إدارة هذه الجبهة. هذه هما المحورين الأساسيين اللي نتناولهم هذا الاجتماع.